عنده مشكلة متاع يدور المفتاح يسمع كان بن بن، رغم الفيديو قصير 5 ثواني لكن حاولت نفهم الموضوع نشرح عليه ونشوف على الأقل ينفع به الناس خير من اللي خليه على جهة. هذا وقت هو يدور المفتاح البنديكس يخرج، البنديكس يخرج مش يمشي يدور الموتور، البنديكس يدور في الفرغ. مش عنده حاجتين يا أختي، البنديكس يدور في الفرغ، يا أما البنديكس ما يوصلش للكورونا باش يدورها اللي هو الفولوموتير نسموه احنا، يا أما ما يخرج وما البنديكس راس نتاعو ولا يعني يفلت، ما عنده كيلومبرياج، هو يولي لومبرياج يدور في الفرغ يعني كيدبرياج. هذا المشكل اللي هو كونه لازم يفك المارش أو الدومرير ويصلحها، يبدل له البنديكس نتاعو أو يبدل له الريلي كما مش نشرح في الفيديو. ديما نخرنا على الحاجة هذه، هو شنو اللي يصير؟ هذايا البنديكس يسموه، هذا نسموه البنديكس احنا، هذايا هنا خارج البر هذايا كيدور، يا هو يعني يدور الموتور. كيفاش يدور الموتور؟ لازم يخرج لبرا، لازم يخرج لبرا باش يوصل يمشي للفولون موتور وعاود يرجع. هذا احيانا يا اما هذه تبدا مش باهيه اللي هي ريلي فوق منه، هذه البرد نقول احنا فوق منه، هذه يبدا ما يخرج، طبعا ما يوصلش الفولون يولي يبن في الفرق. وساعات كي يخرج هو بيدو من مكانه، يخرج يمشي للفولون موتور، هو بيدو فيه كيلو امبرياج يولي يدور يفلت، نقول احنا بانديكس يفلت. هذا شنو هو المشكله؟ خاطر هذا ريت عاملين له المسافه هذه، شتو المسافه هذه باش يخرج فيها ويرجع، يخرج فيها ويرجع، يخرج يخدم الموتور ويعاود يرجع في مكانه. ساعات هذا ما يخرج، يقعد يبن في مكانه خاطر هذا ما عطاش، خاطر هذا الريلي ما تخدمش فيها فرشات الدخل تخرجها، هاك علاش يولي يبن في مكانه. الديفو هذاك اللي هو تو يوري فيه هنا كونه يا اما هذايا البنديكس هو اللي فيه المشكله، يا اما الريلي ما حس ما سمعت الصوت، لان 5 ثواني ما نجمش نفهم، 5 ثواني حس ما سمعت الصوت كونه هذه ما تخدمش، الريلي هذه ما تخدمش، ما تخرجش البنديكس البر. هذا اللي فهمته. عندنا خيط باتري نحطوه في الماس، وعندنا خيط الكورون باش نحطوه اولا، يعني نحطوه ديريكت هنا باش نشوفوا الاندوي هكا ديريكت، نشوفوا هكا الاندوي، نشوفوا الاندوي يدور، حط هكا الاندوي، هكا الاندوي يدور برك، هكا كان الاندوي يدور هكا ما يدور كان الاندوي زيد، حطوه هكا الاندوي يدور. هذا فيه شويه حرشيه يلزموا شويه زيت في الباك ماهي، وكيما نحب نجربوا الريلي وحدها، الريلي وحدها نحطوا في هذه، هذيك هذا تخرج هي الريلي وحدها، وكي نحبوا نخدموا مع بعض نحطوا في الريلي ونحطوا في بلاصه الكوست باتري. شوفي شغل هذه الديمار باش نجربوا. سمعني الحرشيه نتاعهم، اسمعوا فيه الحرشية نتاعو، تو باش نحطولو شوية زيت، نحطولو شوية زيت في جهة الأنفي، نحطولو شوية زيت في جهة الأنفي، شوية جهة الأنفي والباك، نحطولو شوية زيت، وندورو، لاو، خرج، سبا دير خرج عن ضربتين للريلي باش تسرح على الكاكا باهي هون تسرح. ماذا بيه انسان يعمل شويه زيت قبل ما يركبوا شويه برك، بعدوك يحس تبدل عاد كيما الاول على الكاكا يحس الطاق. ثم عمليه اللي هو الديمارير اللي باش يخرج يخدم، هذا هي الديمارير شفتوه وين كيفاش يخرج، كي تركبوا من هنا يخرج من هنا باش يدور على الفولون موتور. هنا عندنا يعني اللي هو فيه الدبرياج يركب هنا في المكان هذا. هذا هي الدمرير شفتوه وين كيفاش يخرج، كي تركبوا من هنا يخرج من هنا باش يدور على الفولون موتور. هنا عندنا يعني اللي هو فيه الدبرياج يركب هنا في المكان هذا باش يدور على الدمرير. حنا توا باش نوريكم كيفاش يخدم الدمرير بالكهرباء. طبعا مش نجيبه توا بليس وموا يعني سالب وموجب،
وباش نجربوا الدمرة هنا بالنسبة لهنا باش نجربوا يدور تورتة بالنسبة هكا مازال ما تخرج البنديكس نعملوا هكا نشوفوا يدور شفتوه هذاك يدور هنا كأنك تخدم أنت بالمفتاح شفتوه هكا كي يخدم الدمرة شفتوه توا هاد شوفي تسمعوا فيه يدور أرطب شفتوه يدور أرطب يعني لا بس شيء مش أحرش شفتوا هيك كي يخدم في هالشيء يعني الخيط هذا نحطوه في الفيشة هذه أو في الواحد هذه باش يضرب الدمرة مع بعض هيك يخرج البنديك هيك ما يخرج البنديك هيك يدور كان دمرة واحدة بكاو أنا شوف فيه هذه العاميه كاش تصير نتاع خدمه الدمري هو السارتر هذا كيفاش يخدم بالطريقه هذيك كي تحط انت المفتاح كان انك حطيت المفتاح تو في السياره وعملتك هذا هيك يخدم مفتاح السياره هكاك يخدم مفتاح السياره هكاك المفتاح وهكا ما غير المفتاح هكا طول هكا غير باش نجرب انت الدمرير بس يعني ندور الدمرير عادي ارطب ما فيه شيء هذه العمليه كيف تصير نتاع الدمرير كيف بدا يخدم في الكهرباء ويولي كيف تقرس هيك وتشحمه تولي ما عادش فيه حتى اشكاليه باش يخلقك في الدمرير ديما هذه مثل تو نشوفوها مع بعضنا نحلوا الدمرة ونشوفوها مع بعضنا تو الدمرة اللي هو الموترينو او الستارتر هذايا المشغل ما فيه شيء فيه زوز بورينات واحده هنا تركه في البوات نوريهمكم تو في البوات البرا عندنا بوات البرا المشكل وين؟ المشكل كون الراس نتاعو هنا شيح شفتوه شيح شفتوه كيف ازرق شيح لان فما باقة في يعني في علبة السرعة تنوريها لكم هي اللي تلقاها شيحة ما فيهاش كراس هذا علاش شوية لشوية شحم ولا شوية زيت يعني شوية شحم وشوية زيت يرجع يخدم عادي تو باش نشحموه ونعاودوا نركبوه ونشوف وفي بعض الأحيان زادت تبدا الباق هذيا شيحة الباق هذيا تبدا شيحة زاد حتى نحلوا عليها ونشحموها لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.